السلام عليكم ميزامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بألف خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله فهو عباره عن واحد الجوله او خريجه. كنتمنى لبناتنا الاعجاب ديالكم. كنتمنى اول مره زار القناه ديالي ما يبخلش عليا بواحد زر لايك، واللي يتصادف مع القناة كنتمنى يدخل دابا يشترك في القناة ويضغط على واحد زر لايك ليصله كل ما هو جديد. مهم البنات، بالنسبة لهاد الخريجة احنا دابا في الدخلة ديال عين دياب. صراحة عرفتي الجو غزال 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 صراحة. واخا حنا خرجنا حتى العشية حتى ديك الربعة، حيت صراحة ما قديتش نخرج مع الشمس مع ولدي، عرفتي الشمس حارة تبارك الله. يعني خرجنا حتى ديك الربعة وصراحة بقات الشمس، عرفتي الشمس عرفتي حارة تبارك الله حارة. مهم البنات، دابا حنايا في الطريق ديالنا لموروكو مول. بغيت ندي ولدي شويه يلعب في الالعاب. هادشي اللي كاين البنات. مهم غنخليكم معايا في الفيديو كيف ما قلت لكم البنات، نعاود نقول لكم ما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك البنات فضلا وليس امرا. مهم البنات، كنتمنى لكم فرجه ممتعه الى فيديو قادم ان شاء الله.
السلام عليكم يا زعمي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بألف خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اليوم واحد الجوله صغيره انا ولدي انوار في مروكو مول. في المول انتم البنات شوفوا، عرفتي دابا تكون دابا شي الساعه شي السبعة، السبعة ديال العشيه. ثم البنات شوفوا ولدي انوار، ثم البنات مع هاد الوقيته عرفتي خاوي، انا قلت الله اكبر.